متتبعات ومتتبعي دوكالافانت كات، أسعد الله أوقاتكم مجددا وألتقي بكم في سلسلة الحلقات الثقافية التي نقدمها طيلة شهر رمضان المبارك. آمل أن تكونوا جميعا بخير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقدم لحضراتكم اليوم كتابا يتحدث عن دوكالا، فيصف أماكنها ويصف أعلامها ويحدثنا عن هؤلاء الأعلام وعن أهم ما يتصفون به. هذا الكتاب هو كشف البدور عن ملامح من تاريخ دوكالا وسليم النور، ألفه الأستاذ عبد الهادي جناح، وراجعه وقدم له الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العمراني، رئيس المجلس العلمي المحلي لسليم النور. وهذا الكتاب هو ضمن منشوراته، صدر هذا الكتاب عن مطلعة النجاح الجديدة، وهو كتاب في غاية الأهمية، يقع في حوالي 143 صفحة من الحجم المتوسط، ويتكون من ستة فصول، عفوا من فصلين ومجموعة من المباحث. يتحدث في الفصل الأول مثلا عن تاريخ دوكالا، فيتحدث عن معنى دوكالا ووصف أرضها وتقسيمها، يتحدث عن جغرافية دوكالا، ثم يتحدث عن رجالات دوكالا وصلحائها وأهم مراكزها الحضارية، ثم ينتقل للتعريف بمدينة سليم النور، وبالأخص في التعريف بأبي النور بصفة عامة في ترجمته وفي التعريف به وبموطنه، وذكر بعض أخبار أبي النور وتصوفه وكذا تحريف اسمه، ثم يتحدث عن ضريحه ومن وري جثمانه به، ثم عن كذلك بايريس كاون وبعض صلحائها، مدينة أبي النور، مدينة سليم النور، يتحدث عن أهم صفاتها وعن تاريخها وعن مراحلها. إنه كتاب مهم، عندما تقرأ هذا الكتاب يعني تصبح لك نظرة أخرى عن المدينة وعن دوكالا بصفة عامة، فتعرف تاريخها وتعرف أعلامها ورجالاتها وما كانوا يتميزون به. بصراحة هو كتاب بموضوع مهم للغاية، قراءته مفيدة جدا، أنصح القارئ الكريم وأرشده إلى قراءته، فأكيد سيستمتع به وسيستفيد منه حق الاستفادة. وألتقي بكم في حلقة ثقافية أخرى من الحلقات التي نقدمها على دوكالا فانت كات طيلة شهر رمضان الأبرك، والسلام عليكم ورحمة